كما شمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في طوكيو اليوم مع معالي السيد كونو تارو وزير التحول الرقمي في اليابان وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين واليابان في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والتحول الرقمي وتحقيق الاستفادة المثلى منها للارتقاء بالخدمات الحكومية وتطويرها ودعم أهداف التنمية المستدامة